هذا المستشفى الجديد هو مستشفى من الجيل الثالث ديال تكفل الأمراض النفسية والعقلية. هو مستشفى ديال 120 سرير اللي مشيد على واحد المساحة ديال 30,000 متر مربع بغلاف مالي ديال 56 مليون درهم. هو فيه الموارد البشرية اللازمة والكافية، وفيه كذلك تجهيزات البيوت الطبية الحديثة، وفيه كذلك المرافق يعني اللازمة لتقديم العلاج لهذا النوع ديال المرضى، من ورشات في المطبخ، من ورشات في الموسيقى، من ورشات في الرسم، من ورشات في الحلاقة إلى آخره، في الانفورماتيك، في جميع أنواع الورشات. وهذا الشيء تيدخل قلت في إطار هذا البرنامج الوطني اللي تقدم لصاحب الجلالة، اللي تمشي في اتجاهين. الاتجاه الأول هو إنشاء وحدات مندمجة صغيرة، لا هي كلها تقل على 30 سرير، ولا بدينا ننشئوها ونشغلوها في المغرب، كان اللي شغلنا مثلا في تيزنيت، كان اللي شغلنا في العروية في الناظور، كان اللي شغلنا في شفشاون، كان اللي شغلنا في بوعرفة مثلا، هذو كلهم مشغلين. والاتجاه الثاني هو المستشفيات أكبر ديال 120 سرير، واللي احنا تنتواجدوا الأول اليوم اللي تنتشنوا هو اليوم ديال قلعة الصراغنة. عما قارب إن شاء الله كاين مستشفى ديال 120 سرير في قنيطرة في طور الإنجاز. أولا حكومة خدت قرار، درت واحد المجهود، أول مرة في تاريخ المغرب هذا العام وزارة الصحة عندها 5700 منصب مالي، يعني والعام الجاي إن شاء الله حنا في نقاش مع المالية الموارد البشرية ديال 2018 غتكون على الأقل 6000 منصب مالي. كاين كذلك الشراكة مع الجماعات المحلية اللي كان خصنا واحد السند قانوني اللي عما قريب غادي تخرجوا إن شاء الله للوجود وزارة الداخلية. وكاين كذلك التكوين والتكوين المستمر اللي في هذا الباب غنغتنم هذه الفرصة باش نقدم الشكر الجزيل والثناء الخالص لجميع المهنيين من أطباء، ممرضين، تقنيين، سائقين، كلهم تيعملوا بجدية ليلة نهار وتيتكلفوا وتيتكفلوا بأغلى ما شيء عند الإنسان هو صحته هو حياته. فمنهم مني جزيل الشكر. باش نوضح الأمور، لا علاقة له مع مركب يا عمر. هذا المستشفى اللي تنتواجدوا فيه اليوم واللي اعطينا الانطلاق ديالو هو مستشفى اللي داخل في إطار المخطط الوطني النفسي على الصعيد الوطني. نقول بكل صراحة مسجونين في بطريقة غير إنسانية، بطريقة مؤلمة. فهذاك خذينا قرار مع السيد العام ومع السلطات والسيد الرئيس الجهة وجميع السلطات أنه شحال هذه من دابا شهرين على الأكثر تقدير غادي نديروا الحجر الأساس لواحد المركز طبي اجتماعي اللي فيه ثلاثة دي أنواع ديال التكفلات. أولا غيتكفل بالمرضى على الشيء المرضى العلاج، ثانيا يمكن العائلات ديالهم يبقاو معاهم يجلسوا معاهم حتى العائلات بحال اللي كانوا قبل تيمشيو يزورهم تما، ثالثا حتى ذاك المحتضنين اللي كانوا تيتكلفوا بالمرضى بويا عمر حتى هما غيوقع إعادة الإدماج ديالهم باش يخدموا معنا في هذا المركز الطبي الاجتماعي اللي مازال ما حطيناش الحجر الأساسي. فحنايا في خلال لو شيما ريجيونال دو لوفر دو سوان خاصنا 140 لي في الجهة، هاد 140 هاد 140 اللي كاينه في الجهه، حنا اليوم هي 120 و 120 غادي نديروها في اسيف ليكستونسيون ديالها، زياده على عندنا 220 سرير اللي كاينه في المستشفى الجامعي، و 160 في مستشفى السعاده، و 80 في مستشفى نتاع الصويره. هادو كاع كلهما تكفل بالامراض النفسيه، وزياده على انه الوزاره دارت واحد المجهود اللي هو قيم ديال رفعات من الميزانيه ديال الادويه. فاليوم في هذا المستشفى فحنايا خدينا 5 طن ديال الادويه اللي غادي تضمن السير العادي ديال هذه المؤسسه. هذه المؤسسه غادي تشغل تدريجيا حتى تولي كل شيء مقاد ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا كيف ما قلت لكم ما عنده حتى علاقه بويا عمر، هذيك كانت كعمليه كرامه، كانت لحظويه. ولكن حنايا قبل ما تم السنه هذه السنه 2017 فحنايا غادي نديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم وضع الحجر الاساس ديال واحد المركب سوسيو طبي وزير باش غادي يكون. ودابا راه كاين الكونكور اركيتكتورال، راه كاين في البورتاي، ومن بعد غادي نديروا بواحد الهندسه التي تناسب، اللي فيها ثلاثه الحوايج: اولا التكفل بالمرضى، ثانيا التكفل بعائلتهم بحال المزار غادي يكون تماك من يجيو للزياره، ثالثا غادي كل المحتضنين غيتشكلوا على شكل جمعيه باش انهم حتى هما باش ما يبقاوش، لحقاش كان وعدهم السيد الوزير قال لهم بانه غادي يدير شي حاجه لتشغيلهم ايضا، وحفاظا ايضا على هذه العاده على 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 على, 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 على
النفسيه حد الدينيه اللي كاينه في جماعه بويا عمر باش خصها تبقى وخصها تستمر، لحقاش كانت واحد الحركه تجاريه دايره حول هذا الظاهره اللي يمكن نسميو. فحنايا ماشي غادي نردو بويا عمر مودرن، ولكن حنا بالعكس داك الشيء مهيكل وداك الشيء انمي في التكفل بهذا المرض. ما عندناش عدد، ولكن غادي نمشيو لهم الى باقيين، لحقاش يمكن هذيك المهنه ما بقاتش ديك الساعه يكونوا مشاو لهذاك، ولكن حنا غادي نمشيو للناس ديال الجماعه باش حنا غادي نشتغلوا معاهم ان شاء الله.